الماضي وتعيده مع المتسابقين. فعندي سعود علوش، مرحبا، وعندي سالم جديع، وعندي محمد مسفر. كم منهم شخص حبته الطاوله تتوقعون؟ ابدا مع سعود واسمع سعود. سعود كم مره خشيت في الطاوله ضيف شرف؟ اتوقع خمس او اربع. خمس مرات او اربع مرات تقريبا. يعني انت انتيمي بشكل كبير جدا مع الطاوله. اي يا اخي ما تفرق معي. حلو. يعني انت فاهم. سالم جديع، كم مره كان بينك وبين الطاوله علاقه حب؟ كل مره. في كل مره؟ كل مره. يعني النظام بيكون نفس كل مره؟ لا وبتشرفنا. لا بس اسبوع هذا اني صرت كويس منضبط. اي صار بيني وبينها خلاف. ومحمد مسفر؟ مسفر عندك تحسها منضبط جدا. انا حبيتها بس هي ما حبتني. اليوم ما حبتني. اليوم ما حبيتك؟ ايه. ايش تراك كذا؟ حاسس عندك شعور داخلي؟ نعم. صح. انا عندي شعور داخلي بعد ان الطاوله ما هي طايقه واحد فيكم الثلاثه. بس انا ودي اسوي صلح لطيف خفيف بين واحد فيكم وبين الطاوله، واثنين افرج عنهم. ايش رايكم؟ مين يشيل على عتقه او على كاهله محبه هذه الطاوله اليوم؟ مين فيكم يطق صدره ويقول انا؟ ولا تخل انا اللي يا ابو. لا 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 لا, لا يا ابو جديع، انا اللي بختار. اول اسم معي في اللستن بيكون من بين الثلاث اسماء، وفي اسمين راجعه تكمل مسيرتها في القريه. حاب اقول اول اسم معي في اللستن وفي دوامه الطاوله الجميله جدا في هذا اليوم هو المتسابق اللي الى الان ما نعرفه. الف مبروك رجوعكم القريه. بس يلا قلنا اول مره تكفى بس مره. مبروك العوده. يلا يا شباب مبروك رجوع ثلاث متسابقين للقرية، سعود علوش وسالم جديع ومحمد مسفر. الثلاثة كانوا يعني كلهم كانوا يعني متفقين انهم سووا شيء الاسبوع هذا، ولكن كانوا يعني في شكوك ان الطاولة تبغانا نكمل معها الليلة. لكن رجعوا ثلاثة ولا زالوا ثمانية اسماء ما رجعت. ثمانية اسماء احتاجها. سيف وتركي وفايز. تتوقعون ان السيناريو اللي صار قبل شيء مع اخوياكم يصير معكم في المجموعه كامله وترجعون؟ ان شاء الله باذن الله قريب. اتوقع هذا الشيء. طبعا هذا السيناريو جميل. هذا السيناريو جميل. اجمل السيناريوهات بجمال فايز الشهراني، باناقه فايز الشهراني اللي راح ورجع. بس رجع ها رجع مش فايز الشهراني. عشان كذا يا فايز حاب اقول لك في حاجه غريبه. وش الغريب؟ اقول قول يا اخي كنت متوتر بس يوم شميت ريحه عطرك ارتحت. ترى بسوي اعلان غير مباشر ترى. والله ايه. عبد الله سامحني سالني عن ريحه العطر. ها خاف اقول على الغامدي يزعل. خاف اقول على الغامدي يزعل. انت قاده على الغامدي طلبني نسبه ورفضت عشان كذا زعلان. الف مبروك رجوعك يا سيف. الله يطول عمرك دايما امدحك. شفت كيف؟ مجمل اللحظات. لأنه قال الصدق. قال ريحة العطر حلو وأنا أنا تعبان. أمدح العطر. أمدح ريحة العطر. طيب. والله حلو. والله حلو؟ والله حلو. ما أقدر أقول أي شيء صراحة. عشان كذا السيناريو اللي سواه سيف سواه فايز. ألف مبروك الرجوع تركي. الله. كيف صدمة؟ لا إله إلا الله. التوفيق. سداتكم الله. الله يجعل ربي يوفقكم. تدري ليش يا فايز؟ ليش؟ تعرف مقولة سبقك بها عكاشة؟ نعم. سبقك بها سيف. سيف. اي والله. عشان كذا يا فايز حاول انك انت تعطينا شيء جديد عشان تكون الاسبقية لك. شوف احنا ما طيب انا بعطيك الاسبقية. ها اسلم. الف مبروك يا سيف او فايز. الاسبقية في انك تكون اول اسم معي في اللستن. الله يطول عمرك. هذا شرف الصراحة اني اكون اول اسم. طبعا هذا الشرف لي اني كنت اول واحد طلع برايم في البرنامج هذا واول لستن. شكرا. يعطيك العافيه. شكرا. تفضل فايز الشهراني اول لستن معي اليوم. اول لستن بيخش معي دوامه اللستن. الان خمس متسابقين رجعوا للقريه واكملوا مسيرتهم الاسابيع القادمه وباقي منحنيات. يعني يا شباب تفاصيل بسيطه جدا عشان تنقذ الموقف. تفاصيل يا سالم تفاصيل.
تعرف شو معناه التفاصيل، يعني تفاصيل اللي تخليك ممكن تاخذ مركز الاول مليون، وممكن تتكي 90 يوم وترجع للديره بح فالسو فالسو. انت عايز فالسو ولا عايز مليون؟ والله عايزين المليون يا باشا. عايزين المليون يا باشا. طيب كيف كيف انت بتجيب المليون وانت دائما تدخل للسن؟ هو الطاوله وانت من اكثر الناس اللي يتوترون في البز ما تقدر. الشباب سريعين. كيف تجيب المليون وانت مايكك طافي اصلا؟ كيف؟ وين المليون اللي بتجي عند واحد ما يقدر يتكلم ويسولف بصوت عالي؟ وين؟ ولا يا فلاح؟ المايك نعم. كلامي صحيح صح؟ ايوه. شكرا على الشاي. العفو. حبيت الشاي، شاي الرجل هذا شاي طيب، ولكن قد ما يعطون الناس من ايجابيه قد ما ياخذون سوء. الايام هذه والدنيا هذه تحس فيها قبح صح؟ انت اعطيتني شاي المره الماضيه صح؟ ايه. وانا بعطيك كرت للسن، ايش رايك فيني؟ تتوقع اني قاعد اعطي الخير بخير ولا قاعد اعطي الخير بسوء؟ لا يمكن انك تعطي الخير بخير، يمكن لك مقاصد اخرى في الاستن. بس غير الطاوله ذي صح؟ ان شاء الله. عشان كذا يا فلاح حاب اوصل لك رساله ان لا تثق باي احد. ايه. ولا تقدم اي ايجابيه لاحد تنتظر منه رد. لان الايجابيه ما بتكون مني اليوم، انت يا فلاح ثاني اسم معي في الاستن. لا يا رجل. ما امزح والله، انا امزح يا اخوان تعرفوني انا امزح. ايه. انا امزح؟ لا. انت فصل معي تقول لك والله شرف الطاوله. لا تتوقع يا فلاح، لا تتوقع يا فلاح انك ممكن تشتريني بكاسه شاي. مو بنلقني بجلس تقول روح انا. لا 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 والله لا. ثاني اسم معي في الاستن هو فلاح العاصمي. الان احنا عندنا اربع اسماء في مرحله الخط او مرحله الخطر، اثنين منهم في الاستن والباقيين معروفين. والباقيين يا عبد الله اللي سالني عن الهديه معروف. نعم. هديتك موجوده. يا سلام، انت اكبر وبتجيك. هديه بس ايش رايك اعطيك هديه قبل؟ يا سلام، مقبوله مقبوله. ما على كريم تشرب. لو ارجعك تسامحني؟ نعم. فيصل، انا تضغط علي علمهم اسم العطر. فيصل فيصل قاعد اضغط عليك. فيصل اسم العطر. الف مبروك عودة اثنين من الشباب اللي معي لاستكمالهم رحلتهم في القرية إلى ختام الأسبوع القادم. مبروك للشخص اللي بيتكلم عن العطر وللشخص اللي ينتظر العطر. المبروك عودة فيصل والمبروك عودة عبد الله. يعطيك العافية. إن شاء الله تستطيع. الجمعة الجاية يجيك. انتظرك ها؟ انتظر الهدية. الثاني أحس إني ضيف ثقيل كل أسبوع أنا عندك. بس والله الطاولة ترغب فيك. والله إني يعني بيني وبينها حزازيات الفترة هذه صراحة. أتوقع إنك أنت تستحق إنك تكون في الطاولة ولا لا؟ صدق والله ما أدري، ما أدري صراحة. صراحة. طيب تتوقع إنك أنت تستحق الرجوع للقرية بأمانة خلال الأسبوع هذا؟ أيوه طبعا. إيش قدمت؟ قدمت إن شاء الله شيء طيب. اللي خليك ترجع؟ بإذن الله. بس نقاطك تقول غير كذا. هي انا علي دين وعلي عليك دين. طيب الدين هو اللي بيديك. لا بس احنا هي مزاجيه يعني. سددنا سددت؟ ايه الحمد لله. طلعت قرض؟ لا والله هل خير. قرضك ما يكفي يا سالم، عشان كذا حاب اقول لك انت ثالث اسم معي في الليسته. على بركه الله سبحانه. عبد الواحد، ابراهيم عواد، سيف، محمد الودعاني. وين النظاره؟ يا الله زين اللي حلك جنبي يقول ما عرفتكم. طيب عبد الواحد، انت ما قد جيتني في الفقره من اول ما جت، وانا ودي حضرت بس ما قد جلست في الطاوله صراحه. انا ودي اعرف ايش سر السر الانطلاق الحقيقي هذه انك ما تخش في مرحله اللسته. يمكن ان الله مانعني منك. مني انا؟ لا ما هو منك، من الفقره. من الطاولة ولا مني؟ لا من الطاولة. طيب أنا والطاولة أخوان. لا أنت بشر وهي جماد. هي تحس؟ هي لما تحس ما كلمتني، قالت أبغى عبد الواحد. ألو؟ ما تحس. طلعت صوت. أنا لو ضربتك طلعت صوت. حتى القاع. هي طلعت صوت. طلع صوت. حتى أنت تطلع صوت. كل الناس يطلعون صوت. عشان كذا حاب أقول لك عبد الواحد. يا سلام. إنك أنت كشفت سر الطاولة إنها ما هي بشر. وعشان كذا الطاولة تستحي إنها أنت تجلس عندها وتكمل الرحلة معها. حابة تقول لك المبروك العودة. يا سلام يا سلام يا سلام. انا متوقع اني اروح
انا ما ابي نحرق السيناريو بس واضح ان انا والشخص هذا المعتل الاجنبي محمد الودعاني سنه العهد قريب. لا بس ليش التنكر محمد؟ ما بغض ما بغض طاوله تعرفه ما بغض عليك لعله عسى ها؟ لعله عسى ما تعرف بس انت قاعد تتنكر يعني ما بنعرف يعني هي ما تعرف انت تعرف يعني هي ما تعرف تحس والله بس اليوم ما شاء الله يعني ما نبي نعرفها يعني وين محمد الودعاني؟ اي وين يعني بجيك محمد وين بتروح يعني؟ طيب تتوقع انك بتكون معي؟ انت محمد؟ طبيعي. ليش؟ ليش ابراهيم ما قال طبيعي؟ ابراهيم اذا رجعتك تعطيني هدا؟ اعطيك هدا. طب اعطني هدا. ابيك بجنبي الليله ترى كل الجروح صغار كبير الجرح في ظنك انا في ظني اصغرها خل اللي سمع يسمع اسى سما بقى اسرار غيابك كسر سكاتي وكل اسراري اظهرها غيابك علم الدنيا تغيب وتذبل وتحتار وعلمني عليك ابكي والوم من نفسي واقهرها ابي ترجع تسولف لي تعلمني وش الاخبار انا احب اختصر عمري في ليله جنبك اسهرها انت سويت كل شيء لانك خسرت ما اختصرت بس شكرا صوتك جميل جدا حبيت الهداء وانا قد وعدي اذا اعطيتني هداء برجعك او اذا برجعك تعطيني هداء وانت سبقتني الف مبروك ابراهيم ما هو العوده الف مبروك انك انت من بين المجموعه الثلاثه اللي انا جالس معها انت الوحيد اللي بترجع القريه لان سيف محمد الودعاني فلسطين شكرا حبيبي لا تغني الله يرضى محمد عليك المباراه اليوم تبي اي حلوه اي ما عليه امور طيب بالتوفيق يا شباب عبد الله السيبي كم باقي واحد؟ اعتقد انه على حسب حسبتي باقي واحد يرجع فقط. باقي واحد يرجع صح؟ نعم. هل اكون انا؟ لا في كرسيين. واحد يرجع وثلاثة؟ الصراحة قولها لي ما تبي. يا عيال انا اقسم بالله العظيم مبسوط مرة. قولوا ليش؟ قولوا ليش؟ بداية البرنامج تمام؟ شعر القمة. نهاية البرنامج ايش؟ ايش فنان القمة؟ فنان القمة صح؟ فنان والله تعجبني عشان كذا بس ممكن اضايقك شوي بس اذا ممكن يعني عبد الله تقول باقي واحد بيرجع؟ اي طيب من تتوقع فيكم اللي بيرجع؟ والله شوف الانسان يعني اللهم اغفر لي ولي لا ما نبغى حكم يا عيال لا صدق يعني اتمنى اني ارجع صح ولا لا؟ بس ما اتوقع وانا ما اتوقع انك ترجع ما اتوقع عبد الله انك انت ترجع فانا اتوقع ان نايف هو اللي بيرجع مستحيل مستحيل؟ انا زبون عندك مستحيل ترجع؟ خلاص ليش مستحيل؟ لأني تعودت طيب إذا أقنعتني رجعتك لأني أقنعك إنه ليش أنا دائم تشاهد ليش مستحيل إنك أنت زبون يعني أنا يمكن ما لا لأنه دائم عندك أقنعني خلاص. عندك فرصة إنك ترجع أقنعني قصرت معه ما قصرت معه أقنعني وارجع الدليل إنه ما يسلم عليك النظر زبون لا تقول موال أقنعني مشينا للموال والله انا قدمت بكل امانه طيب. قدمت كل شيء ريالتي انشاد مثيل لا بس انت ما اقنعتني انه مستحيل يعني ما في شيء مستحيل انا اقول لك فليش لخبطت الكلام نايف ما ادري وترت نايف صل على النبي تكفى ما في شيء اسمه مستحيل تكفى ما في شيء تكفى يا ولد لا تلعب اعصابي ما العب اعصابك انا بس اقول لك ما في شيء اسمه مستحيل بس انك دائما تعرف نفسك يعني حاب اقول لك انا خلاص تعرف نفسك خلك ولا ايش رايك عبد الله؟ والله اللي تبي خليني برجع لعبد الله برجع لك عبد الله بس بروح لعبد الله الحربي، عبد الله الحربي من الناس اللي ما شاء الله تبارك الله نفسهم طويل في البرنامج الله يطول لي عمرك ولا مره دخل معي في الليستن والان نسبته ضئيله جدا في انه يكون في الليستن الا اذا كان الوحيد من بين سلطان وعبد الله ونايف لكن قد عبد الله اتوقع الله يطول لي عمرك باذن الواحد الاحد الى 90 باذن الله الى 90 باذن الله وعشان نقدها وقلت الى 90 انت
خطفت اللقمة من أخوياك. ألف مبروك الرجوع للقرية. بس دقيقة وليد، عندي باخذ صورة معك. تاخذ صورة معي؟ نعم. لا أنت يعني صورة. إيه أنا ما أثق في أحد، فهمتوا؟ كاتب بإذن الله إلى التسعين. حلو. إلى التسعين لا يا بلنت. يا رب برايم انت، يا رب السبعة. يلا حبيبي، يلا عبد الله، الله يوفقك. الله يوفقك، يوفقكم جميعا. ها باقي ثلاث اسماء، باقي ثلاث اسماء. اتوقع الرؤيه صارت واضحه. بس انا دائما يعني احب المفاجات. ايه، فعشان كذا حاب اقول الف. من اللي بيرجع؟ طيب ابدع نايف ثامر، بس قبل ما نخش في الطاولة تقنعني. آخر فرصة ولا برجع سلطان؟ آخر فرصة. أقنعك من ناحية إيش يا أخوي؟ طب قبل ما تقنعني عبد الله، على بال ما يقنعني أنا ودي، بس على بال ما يقنعني ويتكلم ويجيب أدلته وملفاته ودي تجلس، لأن أنت معي في القرار النهائي. نعم والله. يلا الله يعين. يلا جهز. يلا السلام عليكم. هي طبعا ان شاء الله اذا 90 وانا هنا اصرح. شفت، هل لك سر عند الله؟ رحت لعبد الله العتيبي وجبت سلطان ثقل جنبي، والى الان الفرصه عندك انت لحالك. هل ممكن تقنعني عشان ترجع ولا ارجع سلطان؟ والله اذا رجعت سلطان كان تقنعني. اقنعك من ناحيه ايش؟ انا ترى ربيتني في لحظه توتر، اقسم بالله يا وليد. دقيقة. وجهك يوترني. دقيقه، ما ابغى اترك. دقيقه سلطان، الرجاء على بال ما يقنعني، بس ابيك تروح بس اللستن وتنتظرني هناك. خلاص يلا انت معي في اللستن. تبقى تحيا ابرجع هناك. انا واثق. باقي كرسي واحد يعني. باقي كرسي واحد صح؟ يعني تحس اني اطقطق عليكم من البدايه صح؟ لا طبيعي. يعني تحس اني قاعد طفشان. واضح اني طفشان صح؟ ايه صح؟ يعني واضح صح؟ يعني وين المفروض تروح؟ يعني المفروض من اول ما تجتهد صح؟ صح، وتروح على طول على الكرسي صح؟ عشان كذا حاب اقول لك المبروك الرجوع. لا ارجع القريه. لا اتكلم عربي انا، ارجع القريه. اروح؟ ترى اذا رجعت ماني براجع. لا ترجع، روح. ها اروح؟ اي روح بسرعة. اركب كاميرا. ألف مبروك العودة يا شباب للقرية. الآن معي في اللستن سلطان وفلاح وسالم وفايز وسيف ومحمد الدوسري وعبد الله العتيبي واثنين مرحلين من ترك الدوسري، والاسم الأخير اللي معي فيصل الدبالين الغائب الحاضر. ويا ليت تجهزون لي اتصال بس عشان يختار شخص ينوب عنه في الاستن. اعطوني اتصال.